السلام عليكم دكتور محسن، مركز أندروفال. اليوم بدي أتكلم عليك جدا بنقطة مهم، تطويل القضيب بدون جراحة. هلأ هذا ليش المريض بيريد تيطول قضيبه؟ مثلا قضيبه 12 سنتيم 13 سنتيم بيبين بده تيسير المريض تيسير أكبر. هذا كيف ممكن؟ هذا بده شوي ديسيبلين. يعني المريض في بيقولوا له بامب، بيحطوه جوات القضيب كل يوم 15 دقيقة بالبامب، تشركه على القضيب بيسوي فيه انتصاب كل يوم 15 دقيقة 6 شهور بهذا بهالطريق. اول واحد. طريقة الثانية اسكن مريض الهرمون التستوستيرون واطي، بنرفع له التستوستيرون، بنكتر الدم القضيب بالادواء تضرافيل، وبنسوي له صدمات موجيات وحقن بلازما. كيف بصير صدمات موجيات؟ 6 جلسات صدمات موجيات، 4 جلسات حقن بلازما جوه القضيب، بيصير القضيب فانكشنال، يعني شغال، بيصير اكثر، بيصير قوته اكثر وبيبين اكبر. وبتستعملوا البامب كمان 6 شهور كل يوم 15 20 دقه، القضيب بيصير طوله سنتيم سنتيم ونص، بيصير اكبر. هذا تطويل القضيب بدون جراحه. تمام، بخير ان شاء الله.